بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. أعرب سموه فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في برقيته دور الرئيس الراحل في توثيق عرى التعاون والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيدا سموه بإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ضمنها سموه أحر تعازيه ومواساته، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.